هو دكتور عطيه اتاخر ليه يا جماعه؟ احنا مكلمينه من 5 ساعات. في ايه يا منى؟ راجل كبير عمره 80 سنه اتاخر شويه، في ايه يعني؟ يا بابا الولد تعبان جدا واحنا محتاجين دكتور طبيعي، وبعدين دكتور عطيه ده كبر قوي خلاص، ده موت 5 من العيله لغايه دلوقتي، يعني كفايه يا عم اللي ساب بطنه مفتوحه وخد بعضه ومشي. بينسى، انت نفسك بتنسى، وبعدين ده راجل كبير عمره 80 سنه مخه ايه دفتر؟ بعدين فيها ايه كده يعني لما ساب بطن عمك مفتوحه؟ ها هقتله؟ لا لا خالص، نشوف دكتور تاني، ما هو اصله مش فرض علينا يعني. ابدا، دكتور العيله هو دكتور العيله، انا بستأمنه دكتور العيله مش هغيره ابدا. اهو دكتور عطيه جه. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا. ايه ده؟ انا جيت في وقت مش مناسب، اصل شكلكوا كده مريحين. لا انا اروح. لا يا دكتور، ما جيتش في وقت مش مناسب ولا حاجه، انت جيت متاخر 5 ساعات بس. ايه؟ ما جيتش في وقت غير مناسب. ها ابننا محمد اللي تعبان قدامك اهو. محمد مين؟ محمد ابن منى بنت احسان الكبيره. مش فاكرها؟ احسان وحشتني بقالي 20 سنة ما شفتهاش الكلبة. لا أنا إحسان تعيش أنت بقى، ماتت من 20 سنة. الله يكحمها، ما كنتش أحبها خالص. يا دكتور يا دكتور، ابننا تعبان يا دكتور، تعبان تعبان. طب انتوا جايبيني أنا ليه؟ عشان أرقيه؟ تعال يا حبيبي أرقيك، تعال يا حبيبي. أنت بتعمل إيه؟ يا دكتور عطية، يا دكتور عطية انت سامعني؟ اللي تعبان قدامك اهو مش ده. انت بتزعقلي وبتعلي حسك عليا عشان انا كبرت؟ يبقى انتوا زهقتوا مني، انا اسيب لكم البيت وامشي. لا 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 لا، مش طالبة دراما خالص، اكشف على الواد ابوس ايدك. وبعدين فين شنطتك؟ اهي. هي دي الشنطة اللي فيها حاجات الكشف بتاعتك؟ لا دي فيها الغيارات بتاعتي، اصل انا بعت البنت اللي بتغسل تجيب لي غيارات من عند عمر افندي. يا منى خدي غيارات الدكتور وديها عند المكواجي، مكواجي العيله. يا عمي يا عمي، قلت لك نشوف دكتور تاني، لازم دكتور العيله. دكتور تاني؟ يبقى يا ريت يفهم في المفاصل، لان الروماتيزم مبهدلني قوي. يا دكتور يا دكتور، ابوس ايدك اكشف على الولد، الولد هيروح مننا. يروح فين دلوقتي؟ الوقت متاخر ومفيش ولا اوتومبيل في الشارع. يبقى نكشف. ما يروحش. لا ما يروحش. تعالى يا حبيبي، قول اه. الله، ما انت كويس وزي الفل. قولي ده انا ما اعرفش اقول اه حلوه زيه كده، قول تاني كده. الله البيجامه دي حلوه قوي. ده اللي تعبان يا دكتور، ده اللي تعبان يا دكتور. اه لا يبقى اروح له بقى، اروح له. ثواني اسيب العشاء هنا. تعالى انا هاجي. لا لا انا اتكسف، خليها تغطي شعرها، ما اقدرش اكشف. ده مش عارف اذا كان واحد ولا واحده. ولو برضو مننا وعلينا دكتور العيله، محدش هيكشف غير عند دكتور العيله، ولا يتجوز غير عند مأذون العيله، ولا يحلق غير عند حلاق العيله طول ما انا عايش. فاهمين؟ دكتور عطيه، يا دكتور عطيه. الله اللون الازرق ده حلو قوي، ذوقكم جميل. وحياتك يا دكتور اكشف على الواد. واد؟ وانتوا عمركوا شفتوا عيال؟ فين عيالنا بتوع زمان؟ كنت تمسك العيل كده. لا 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 لا، بلاش جو الصعبانيات والحنين الى الماضي ده. ابوس ايدك ابوس ايدك، اكشف وخلصني. يا تامر خليه يشوف شغله. انا نفسي يشوف شغله، نفسي يشوف شغله. انا كمان نفسي اشوف شغلي، بس انا ما بقتش بشوف خالص. عشان فين النضارة؟ على وشك النضارة؟ على وشك. وانا كنت غلطت فيك علشان تقول وشك بالاداء ده، يعني النضارة على وشي وانا مش شايف. يبقى احنا وصلنا للزمن الوحيد. انا عجزت. لا عجزت يا سعيد. لا 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 لا، محمود الله يرحمك يا محمود، عجزت وما بقتش بشوف والنضارة على وشي. معلش انا هموت واريحكم مني.
أنا هموت هنا ورايا. لا أنا هخش الحمام. حمام يا دكتور؟ الحمام خربان بقاله يومين. ليه يا منى؟ ما جبتوش ليه حالة في السباك؟ سباك العيلة يشوفه. دكتور العيلة على سباك العيلة. على فكرة بقى، سباك العيلة ده بقاله يومين بيصلح في الحمام وما عملش حاجة. ده من امبارح مش عارف يطلع من البانيو. أما حلف؟ في إيه حلف يا سباك؟ أنا بليت نفسي.